مزيد من التفاصيل يوافينا إياها مراسلنا في ريف حماة عدي سطوف. مرحبا بك عدي، لو تجمل لنا كافة التطورات الميدانية منذ أمس حتى اللحظة في ريف حماة. نعم، مساء الخير مؤمن لك وللسادة المشاهدين مشاهدي قناة دار الإيمان. في الحقيقة يعني وكالعادة في ريف حماة الشمالي قوات النظام يعني تقوم باستهداف، يعني هي دعني أقول هي استهدافات خجولة بسبب يعني الاتفاق المبرم يعني بين قوات النظام وبين الجيش السوري الحر وقوات المعارضة. يعني استهدفت اليوم قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة اللطامنة، مما أدى إلى ارتقاء شهيد شاب من هذه المدينة. يعني أيضا استهدفت أطراف مدينة أو الأراضي الزراعية في مدينة كفر زيتا أيضا بقذائف المدفعية من دير محردي. أيضا في ريف حماة في ريف حماة الشرقي عفوا في منطقة السطحيات حصريا وأتلو الحمر قامت قوات النظام أيضا باستهداف المنطقة. هناك كانت الهجمة أو الاستهداف كان أعنف بكثير من الاستهداف في ريف حماة الشمالي، استهدفت منطقة تلول الحمر وادي اللاك عمر أيضا بقذائف المدفعية وبصواريخ الجراد. في الأثناء عدي، كيف هو الوضع الإنساني في ريف حماة الشمالي ووضع النازحين من ريف حماة إلى ريف إدلب الجنوبي تحديدا في خان شيخون؟ نعم مؤمن، في الحقيقة يعني الوضع في ريف حماة الشمالي أو في الوضع بالنسبة للنازحين نازحي مدن وبلدات ريف حماة الشمالي هو وضع يعني مأساوي في ريف إدلب الجنوبي، مع يعني بعض العوائل التي بدأت تعود يعني وهي حذرة من خروقات قوات النظام بدأت بالعودة إلى مدنها وبلداتها مع قدوم شهر رمضان المبارك. يعني حالات مأساوية جدا يعني بالنسبة للمدنيين الذين بقوا في ريف إدلب الجنوبي أو تحت الأشجار في المخيمات المؤقتة التي يعني بنوها، حالات مأساوية جدا يعني مع قدوم شهر رمضان الفضيل. شكرا لك عدي سطوف مراسل قناة دار الإيمان في ريف حماة.